مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وما زلنا معكم نتابع في هذه التغطية المتواصلة حصاد اليوم الأول في الذكرى الثالثة لثورة 25 من يناير. مظاهرات التحدي الثوري وصلت آخر إحصاءات القتلى والمصابين إلى أكثر من 50 قتيلا، حوالي ما يقرب من 53، وعشرات المصابين وما يقرب من 400 معتقلا حتى هذه اللحظة. يأتي هذا بينما قامت قوات الجيش والشرطة بحماية المتظاهرين المؤيدين للفريق السيسي في ميدان التحرير في مشهد يعني احتفالي وعلى أنغام تسلم الأيادي. ومشاهدينا الآن نعرض عليكم آخر الإحصاءات المتعلقة بعدد الضحايا والمصابين، حيث قال تحالف دعم الشرعية إن ما يقرب من 53 قتيلا سقطوا وأصيب أكثر من 400 مصاب، فيما قالت الإحصاءات الرسمية إن هناك ما يقرب من 30 قتيلا و 170 مصابا في أحداث اليوم. مشاهدينا قراءة في مشهد اليوم برمته وحصاده، معي في استوديو الجزيرة مباشر مصر الدكتور حمزة زوبع القيادي بحزب الحرية والعدالة، أهلا بك معنا دكتور حمزة. أهلا بك في المرة. ومعي أيضا الأستاذ مايكل سيدهم العضو المؤسس بحركة مسيحيون ضد الانقلاب، أهلا بك معنا مايكل. أهلا وسهلا. أبدأ معك دكتور حمزة، قراءتك لمشهد اليوم الحقيقة، ودعني أعرض عليك، البعض يراه الرافضين للانقلاب يرونه مشهد لم يكن على المستوى المتوقع، لم يكن على مستوى الطموح المطلوب في يوم يراه البعض كان البداية لانطلاق ثورة حقيقية ضد حكم العسكر في مصر، لكن يعني بدأ أنه كيوم من أيام الجمعة، عدد الجمعة الماضية عدد كبير من القتلى ومشهد احتفالي في جانب آخر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والرحمة للشهداء والدعاء للمصابين والثبات للمعتقلين. نحن يا سيدي لابد وأن نفهم ما يحدث في إطار صحيح. ما هو الإطار الصحيح لما يحدث الآن؟ الإطار أن شعبا أعزل يقاوم عصابة مسلحة، لا يمكنك بحال وأنت تواجه هذه العصابة إلا أن يسقط منك الجرحى والمصابين وأن يحدث عملية اعتقال. يجي السؤال الثاني، ولماذا خرجوا إذن؟ أقول لك لأنهم لابد أن يخرجوا، فالشعوب التي تريد أن تتحرر لا يمكنها بحال أن إلا أن تدفع ثمن حريتها. مرة أخرى، لابد للشعوب أن تدفع ثمن للحرية، وثمن الحرية يأتي في المقام الأول وهو الدم، ثم الحرية التي يحرم منها هؤلاء المعتقلون سينالونها في الغد القريب. الأمر الثاني، أنك أمام حالة من الاستنفار العام داخل عصابة الجيش والشرطة، الأقسام الشرطة عليها جرينوف، وأمام كل قسم دشم تصل بالأمطار وعربات جاءت من الخارج، وصلت بالمناسبة شحنة السيارات المدرعة التي اشترتها السعودية بأموال النفط السعودي والشعب السعودي، وصلت إلى ميناء الإسكندرية قبل أسابيع واستلموها ونزلوا بها. نحن أمام ليس جيش وشرطة حقيقي، إنما أمام عصابة تستطيع أن تقتل. طيب، بلا محاسبة. هذا معلوم دكتور حمزة، اسمح لي، اسمح، هذا معلوم. أنتم هل بالغتم أنتم في تقدير هذا اليوم وفي حجمه؟ أنا عاوز أقول إيه، المعركة اللي إحنا بنبص عليه ممكن يكون في حد بالغ أو حاجة، معلش، بس هو السؤال أنت عاوز تنتصر على كل هذا، فلا بد أن تحدث عملية إنهاك متواصل له. السؤال الطبيعي جدا، هل يستطيع الانقلابيون ان يديروا دولة وان يعلنوا انهم في حالة استقرار؟ اقول لك لا. المشهد الثالث والمهم، هات الصورة على بتوع التحرير. في مشهدين في التحرير، الاعداد اللي راحت الكاميرات بتاعة التلفزيون المصري تصورها على انهم كبيرة، فاذا بها لما تفتح الكاميرا وتعمل بان كاميرا هي اعداد قليلة. واحد. اثنين، المشاهد المنشورة الآن عن التحرش والضرب بالسيوف في ميدان التحرير. مشاهدينا، نحن نعرض لحضراتكم الآن صور لتظاهرات رافضي الانقلاب العسكري في يوم الذكرى الثالثة لثورة 25 من يناير، والتي انطلقت في محافظات كثيرة من المحافظات المصرية، لكنها قوبلت بعنف شديد من قبل قوات الجيش والشرطة. وقع على إثر هذا العنف ما يقرب من 53 قتيلا ومئات المصابين، فضلا عن المئات أيضا من المعتقلين. نعرض لكم
مشاهد لعلها لم تعرض من قبل على شاشة الجزيرة مباشر مصر لهذا اليوم. وإليكم الحصيلة اليوم مرة أخرى سنظهرها الآن على شاشة الجزيرة مباشر مصر. نعم كما ترون الذكرى الثالثة لحصيلة الشبكات 53 قتيل و400 مصاب بحسب تحالف دعم الشرعية. وزارة الصحة بتتحدث عن ما يقرب من 30 29 و167 مصاب، في حين في البعض المصادر تتحدث عن ما يقرب من 400 معتقل اعتقلوا اليوم اثناء تظاهرات مناهضه للانقلاب العسكري، فضلا او من بينهم 5 صحفيين. هذه هي الحصيله المبدئيه لحصاد اليوم. مايكل بس انا بدي تعليق، تعليق. شوف هذه الصور، شوف هذا الشعب الحر، اجمع كل هذه المسيرات في عموم مصر ثم ضعها في عده ميادين وستعرف من يسور ومن لا يسور. هذا امر مهم جدا. طيب. نحن محرومون من وسيل من اعلام حر نزيه يسمح. ثم ما كل هذه التحصينات حول ميدان التحرير وحول الميادين الكبرى؟ لو ان هؤلاء طيب. ينعمون يعني بالاستقرار وانت تشاهد لعل مشاهدينا هذه هي مشاهدنا ولقطات نعرضها لحضراتكم للمره الاولى على شاشتنا الجزيره مباشر مصر لتظاهرات رافضي الانقلاب العسكري الذين خرجوا اليوم في الذكرى الثالثه لثوره 25 من يناير لرفض الانقلاب العسكري في محافظات مختلفه. كما ترون معنا على شاشه الجزيره مباشر مصر، مايكل قراءتك لهذا اليوم، هل بولغ في من قبل بعض رافضي الانقلاب العسكري في طموحاتهم في هذا اليوم انه سيكون يوم يعني انقلاب الانقلاب اذا صح التعبير، ام هو انطلاقه يعني لعلها لمد ثوري جديد يجهز على الانقلاب العسكري في مصر؟ اولا النهارده هو اول يوم في اطار 18 يوم دعا عليهم تحالف دعم الشرعيه، هذا ما هو الا اول يوم. وشوف سقط عندنا كم من القتلى من جراء النظام العنيف اللي عاد الى ما قبل ثوره 25 يناير. لا يوجد عاقل في مصر يقول انه اللي احنا بنشوفه من العنف النهارده من الشرطه والجيش ده يعني مش عوده الى ما قبل الثوره. المشهد اللي انا عايز اركز عليه هو مشهد ميدان التحرير. الحقيقه ميدان التحرير هو ميدان الثوره وميدان النقد، ميدان العزل، ميدان التنحي، وليس ميدان المطالبة برئيس ولا تفويض ولا هذا الكلام. هذا الكلام هو دليل على التغير النوعي وكيف أنه الثورة المضادة حقيقة هي التي تركب على الثورة الآن. بان احنا بنشوف مشاهد التحرش اللي في ميدان التحرير لسه من شويه كانوا الشرطه بتحاول تضرب نار عشان تفرق ما بين خناقه بسبب تحرش. نعم اؤكد لكم مشاهدينا مره اخرى وانوي ان هذه اللقطات لعلها تعرض للمره الاولى للتظاهرات التي خرجت اليوم وهي تظاهرات بالطبع رافضه للانقلاب العسكري، خرجت في يوم 25 من يناير والذكرى الثالثه لثوره 25 من يناير. تفضل يا يعني. في نقطة كمان اللي هي بدأت من امبارح، سلسلة التفجيرات اللي اتعملت امبارح دي دليل الخوف اللي عند النظام السلطة الانقلابية الموجودة حاليا، مدى حجم الخوف اللي عندهم من المظاهرات. وبيستعملوا نفس الأساليب القديمة، نفس الكتاب القديم بيرجعوا له. زي ما بنقول، الكتاب القديم بيرجعوا له. هو نفس الفكرة، اعمل ارهب الناس قول لهم هم ازاي محتاجين لنا، احنا اللي هنرجع الامن. ده تعليقا على الـ يعني الـ مشهد الخوف عندهم، لان انت بتقول انه احنا توقعاتنا كانت يمكن سقفها عالي، لا ده هم خايفين جدا من امبارح. طيب يعني وان لم يكن دقيقه واحده، لان لم يكن التفجيرات دي دليل خوف فهي دليل فشل. انه تحصل كل هذه التفجيرات في اطار انه الجيش والشرطه هو اللي بيسيطر على الحكم والامن، يبقى انتوا فشله. طيب لدينا بعض عدة مشاهد للحقيقة سنعرضها عليكم ونبدأ بمشهد في حلوان، لعل حلوان دائما اشتهرت بكسر الشرطة ويعني العكس الذي يحدث دائما في حلوان، الشرطة هي التي تتراجع وليس الانقلاب أو ليس سلطة الانقلاب العسكري. سنعرض لكم الآن مشهد مهم لحصار الشرطة في حلوان لأكثر من 3 ساعات مما استدعى في النهاية أن تنسحب وتترك الأرض لرافضي الانقلاب العسكري، وهي نشرت عبر أحد المواقع الصحفية سنراها الآن وسنأخذ تعليق من ضيفي الكريمين عليها. من الواضح دكتور حمزة أن فكرة التصدي
فكرة مهمة، وسنعرض لهذا الفيديو الآن. نشاهد الفيديو الخاص بحلوان، ثم بعد ذلك نأخذ منكم تعليق. سمعنا والله وفين العلاج الخاص؟ لا ما يخش ما بيتكلم ما بيتحور كله حد براي ارجع ورا يا مدفع احمد بيه بس ده مقفول ده مقفول خلصت العربية خش يا باشا الناس العربية دي ارجع ورا ارجع 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 خش كده عشان خد انا شايف واقفين ليه خليه يحتمي بالمدرعة طيب اوعى يا عم بقى انت قوم جمع الشنطة بيه خليه يحتمي بالمدرعة يقف جنب المدرعة حتى يا باشا هتعرف يحتمي بالمدرعة طيب خش يا باشا على المدرعة الثانية دي يا باشا المدرعة الثانية دي يا باشا اللي بشمالك يا باشا لا خلينا حد احمد بيترقي ومش انا كده لا يا باشا لا دخلنا سفرتنا احمد خش يا باشا نعم الله يطلع الضرب ترمي عليه.
حلوان اليوم، دعوني فقط أوضح بعض ما جاء في هذا المشهد وهذا المقطع. المصور هو واضح أنه هو ضمن الفريق الأمني، فريق الشرطة، وهو بداخل عربة الشرطة معه ويصور من الداخل. ما رأيناه هو بالكامل من داخل عربة شرطة. حتى عندما خرجت الكاميرا للخارج رأينا أحد الضباط، واضح أنه قوات خاصة شرطة، بيقوم بضرب المتظاهرين بالنيران، وواحد بيقول له من جوه، سمعين صوت بيقول له ادي يا باشا فيهم يا باشا، وشتائم احنا حاولنا ان احنا نقطع اكثرها. تم محاصرتهم لفتره طويله من قبل متظاهرين رافضين للانقلاب العسكري ثم انسحبوا. ده حصل النهارده في حلوان. تعليقك يا دكتور. اول حاجه شوف اللامهنيه، يعني قاعد بتكلم على شرطه ما عندهاش اي نوع من المهنية. ايه هيموتنا يا باشا، الحقنا يا باشا، وعمال يجيبوا لهم شيوخ وعلماء ويصرفوا لهم مكافئات. انا كتبت امبارح انه ما حدث اليوم هو مثال، يعني واحده من محطات الرعب، انك تحط كل خزينه البلد وكل قوه البلد عند الشرطه وعند وعند وعند، وفي الاخر لما يتحشر شويه ضباط يعني ولا عساكر ما تلاقوش حد. ايه الشرطه الداخليه تضحي بهؤلاء، هم يتركونهم في اماكن لا يعرفون كيف يتعاملون معها. ثم من هؤلاء؟ من الذي تطلق عليه النار؟ والتاني فرحان يقول لك اديله يا باشا اديله، طلع عين ام. ايه ده ايه ده؟ دي مش شرطه، دي انا اعتقد دي بلطجيه، دي ناس اتدربت على مش العمل الشرطي. العمل الشرطي مش كده. بس دول افراد شرطه. انا بقول ان هو العمل الشرطي لا يجب ان يكون كده. نحن امام ناس مرعوبه من ناس مسالمين. انا عاوز اوصل بس لحاجه، انه الناس متصوره انه النصر والهزيمه يوم او تغيير الواقع. هو ماسك سلطة ومعاه جيش ومعاه شرطة ومعاه سلاح ومعاه ومعاه ومعاه، وانت بتدور على حرية مش هتوهب ليك. الحرية تنتزع، ونحن في صراع حتى ننتزع هذه. هذا الكلام لحقيقة محتاج شيء من التوضيح، لكن تعليقك سريعا على يعني هذا الفيديو. مايكل سأعود إليك مرة أخرى فيما ذكرت من التعليق تقصد. لكن مايكل هذا ما أذعناه الآن. أنا لي أربع تعليقات على الفيديو ده. أول حاجة أنه ده بيفكرني بفيديو جدع يا باشا، الأمين الشرطة بيقول للضابط الصغير اللي ما يفرقش كتير عن أحمد بيه، اللي هو يفتقر كثيرا إلى المهنية، جدع يا باشا واضرب يا باشا وروح يا احمد بيه. دي اول نقطه. تاني نقطه، اعتقد وانت بتسمع الجمله دي سمعت قناص العيون لما قال له اضربوا يا باشا. جدع يا باشا قناص العيون. والحاجه الثانيه، المشهد العشوائيه اللي الشرطه فيه. الشرطه عندنا في مصر واعتقد برضو الجيش يفتقر كثيرا الى التدريب والى المهنيه، وده واضح حتى في فضل المظاهرات. يعني في طرق لفضل يعني اسهل حاجه ان هو بيصوب البندقيه او المسدس ايا كان، او حتى الجرينوف يعني زي ما حصل النهارده في الالف مسكن وبيقتل بشكل مباشر. يعني استخدام الخرطوش بس، ده مرحله متقدمه جدا. يعني مش استخدام الرصاص الحي، ده الخرطوش بس، ده مرحله يعني اخر حاجه ممكن تفكر تستعملها هي الخرطوش مش الرصاص الحي، لان ده مواطن مصري ما تقدرش تضربه. فده في دول اللي عندها قانون حقيقي ويطبق وعندها اجهزه تعمل بمهنيه. الحاجه الثانيه، شوف حاله الرعب والخوف اللي هم فيها. لو واحد بيشتغل عنده وطنيه وعنده ايمان باللي هو بيعمله وعنده حماس وعنده عقيده ودفاع عن هذه الوطنيه مش هيبقى مرعوب كده. وبرغم ما فيش ولا طلقه ولا حاجه جت فيهم، ما شفناش حاجه رجعها على العربية. لدينا فيديوهات كثيره حقيقه حاجة سريعة. ده دليل ارهاق الامن والعشوائيه اللي هم بيضربوا بيها، زي الاثنين المسيحيين اللي ماتوا امبارح في ملاوي نتيجه الاطلاق العشوائي ده. طيب مشاهدينا، الامن النهارده كان ليه استراتيجيه جديده
في فكرة دحر التظاهرات. هو كان يقف أمام المساجد اللي هو متخيل أنها تخرج منها تظاهرات ويدخل المسجد يعتقل الناس، وبالتالي كان بيريح نفسه من البداية. عندنا مشهد مهم جدا حدث في الإسكندرية بهذا الشكل، فلنشاهده. الإسكندرية اليوم ببساطة المشهد مرة أخرى، يمكن لعله طويل بعض الشيء. الشرطة بمعاونة الجيش وضباط الجيش زي ما شفتم مقنعين اقتحموا أحد المساجد في منطقة البيطاش بالإسكندرية ودخلوا واقتادوا رجل كبير أعتقد أنه فوق 60 عام بلحية بيضاء وقاموا بضربه، سواء شرطة وجيش ومعاهم يعني بعض الناس اللي هم بلباس مدني يحملون أيضا أسلحة أو يحملون عصي كما رأينا في المشهد، وسنذيعه على حضراتكم مرة أخرى. تعليقك. والله شيء مؤسي، والله لازم شيء مؤسي، ولا كل الكلام ده، ولو طلبوه ما يروح دي ما. واللي بعت الفيلم ده بعته لهذا الغرض علشان الناس تشوف، ايوه هنبهدل المسلمين وايوه هنقتحم المساجد وملكوش كرامه والحرب على الاسلام. هو ده الكلام، هو ده الكلام. زي ما اسرائيل كانت بتعمل في الفلسطينيين، تجيبهم وتصورهم وتبعتهم لنا هنا في الجزيره وفي كل حته علشان تنتهك كرامتكم وانتم ضعفاء ما حدش يقدر ايه يدافع عنكم. لا،
مش هيحصل، والكلام ده له ثمن، وانا بقول اهو دايما اقوله، الشعب المصري والناس اللي ضد الانقلاب النهارده مش هتسكت على هذا الكلام، والناس لسه في الشوارع لحد هذه اللحظه، والكلام ده قاله سعد الدين ابراهيم، قال من يومين من حق الناس يقفلوا المساجد ويخشوا يجيبوا الناس من وطبقوا كلام سعد الدين ابراهيم. فين بقى شيخ الازهر؟ انا عاوز اسمع شيخ الازهر على اقتحام بيوت الله، عاوز اسمع وزير الاوقاف على اقتحام بيوت الله، عاوز اسمع فريد واصل على اقتحام بيوت الله. اللقطه نحن نعرضها لكم الان. هو ده اقتاد رجل مسن من داخل المسجد وتم ضربه بعد ذلك، سيظهر تم ضربه وسحله ويضرب حتى غيره كما ترون، اناس بلباس مدني يحملون اسلحه رشاشه وكذلك شرطه وجيش، ورجل عجوز يخرج يعني مهرولا قبل ان يتم اقتياده او قبل أن هنا يضرب الرجل الذي تم اقتياده من داخل المسجد، رجل بلحية بيضاء كما ترون، واضح أنه تخطى 60 من العمر، شرطة وجيش بعضهم مقنع، زائد أناس بلباس مدني يحملون أسلحة رشاشة وآخرين يعني يحملون عصي وما شابه. ده كان الإسكندرية أعتقد منطقة البيطاش اليوم. هنا بس لازم أكمل تعليقين على هذا المشهد، لو رجعنا للمخرج المشهد ده، في واحد لابس جلابية خرج من ناحية دي، أنا مش عاوز أتهم حد بس أكيد حزب النور، قال لهم ده حزب النور يا باشا، أولاً قال هو ده يا باشا أبو بدلة ده هيبقى إخوان يا باشا هادي. يعني التاني ده أصل المشهد بقى كده، ما هو بكرة ياسر برهامي ديك اليوم اللي كان بيدافع عن الشريعة والعقيدة والنبي تجيبوه على الشاشة عشان نسمع رأيه، رأيه في اقتحام المساجد دي إيه، والناس دي كلها رايحة عشان تقبض على 2-3 ليه؟ ده المشاهد دي ولا في أفريقيا ولا في البوسنة والهرسك، أنت بتتكلم على ناس فقدوا كل شيء وعندهم رعب من كل شيء، عندهم رعب من كل شيء، رعب حقيقي. شوف المدرعات اللي ماشية، مين اللي بيصرف عليها دي؟ الفلوس دي جاية منين؟ كل العساكر دول رواتبهم منين ومكافئاتهم منين؟ من الإخوة الأشقاء في السعودية والإمارات بفلوسهم بيقتلونا وبيهزقونا وبيدينوا الإسلام وبيدوسوا على الإسلام بجدامهم؟ هذا كله لن يمر يا أخي. أنا بقول هذا الكلام لأنه الذين شككوا طويلا أن الحرب على الإخوان، لا، ليست حرب على الإخوان، هذه حرب على كل رمزية من الإسلام. لما تدخل مسجد وهاتوا من جوه وشوف الست الثانية المنتقبة التي تعتقل وفي صورة ثانية ما أعرفش عندكم ولا لا، هي ست منتقبة وأبنائها يترجون الرجل، ياخدوا ست منتقبة كل دول شنبات. والله إن امرأة واحدة من هؤلاء أرجل من ألف ألف من هؤلاء الذين لا يستحقون عيشهم ولا رواتبهم، بل يستحقون الحبس والقتل والشنق، وعسى أن يكون قريبا. مايكل سيدون، تعليقك على هذا المشهد. أعتقد يعني أنه ما فيش يعني كلمات في لغات البشر بدون مبالغة، يعني ما فيش كلمات في لغات البشر توصف هذا. يعني إحنا ما نشوفش المشهد ده زي ما قال الدكتور حمزة، ما تشوفش المشهد ده في افريقيا ولا ايه ده، ايه اللي احنا وصلنا، هي دي الثوره اللي احنا قمنا عشانها؟ عشان واحد بدقن يتقبض عليه وواحده ست منتقبه تتشد زي كده، ايه المشهد ده، ايه ده، ايه ده؟ واللي احنا بنشوفه بقى هو التحالف الغير وطني للقتل مع سبق الاصرار والترصد. التحالف ده من مين؟ من الجيش والشرطه والبلطجيه، ايد واحده اللي هم معاهم الاموال، هم اكتر ناس النهارده مرتب النقيب اللي هو بثلاث نجوم على كتفه اللي هو سنه ما يزيدش عن 30 سنة وصل لغاية 6000 جنيه. طيب في وقت الناس البطاطس كده. طيب يعني يصبح هناك سؤال لك وللدكتور حمزة. دكتور حمزة، البعض يتساءل هل من الممكن كل هذه المشاهد تثير الأحباط؟ قتل يومي وسحل واعتقال وماذا بعد ذلك؟ يعني إلى أين نحن ذاهبون بهذا الشكل؟ سليم، هناك ضغط من الشباب في الشارع، هناك ضغط بأن يستخدموا السلاح وبأن يردوا، ولكننا ما زلنا حريصين على أمن هذا الوطن. أعرف أن كلامي يوجع بعض الشباب وبعض النساء وبعض الرجال، لكن حرصنا على أوطاننا أغلى ومقدم على دماءنا وهي ثمن لهذا الوطن. صدقني أقول هذا الكلام والجميع يعرف موقفنا، لكن لا، ما البعض يقول هذا استرخاص للدم يا دكتور حمزة، البعض يتحدث ان هذا استرخاص للدم. النهارده 6 ابريل قتل لها فرد شاب من شباب، 6 ابريل تراجعوا وانسحبوا وقالوا حقنا لدماء شبابنا. ساقول لك ساقول لك فضل. انت الان تريد ان تحقن الدم وتبتعد بالناس هؤلاء ودمهم ارخص عندنا، اغلى عندنا من كل شيء، لكن السؤال ترجع وتضمن انك في بيتك تبقى امن؟ ترجع وتضمن انك في شغلك تبقى امن؟ ترجع وتضمن ان حريتك مصونه؟ أنت لا خيار لك إلا أن تخرج وتتظاهر، عليك بأن تتخذ كل الإجراءات الحيطة لكي تمنع ذلك، لكنك معتقل هنا ومعتقل هنا ومقتول هنا ومصاب هنا، أليست هذه الحقيقة؟
أليس كل هؤلاء مطاردون في عيشهم النساء والرجال والبنات؟ نحن نبحث عن استراتيجية بديلة، لكننا لن نلجأ إلى العنف بمعنى السلاح. وأقول لك إن هذه الاستراتيجية ستكون أكثر نجاعة من الآن. أخذ من كلامك دكتور حمزة مايكل هذه الاستراتيجية الآن، فكرة التظاهر اليومي ويقتل منهم ويصاب منهم ويعتقل ويسحلون ويضربون في الشوارع ويعودون إلى بيوتهم وهكذا كل يوم أو كل جمعة، ماذا بعد؟ هذا هو السؤال الآن. إذا كنا نسأل عن السلمية بوضوح، إذا كنا نتكلم عن السلمية، فالسلمية هي ثورة 25 يناير. العالم كله شهد لثورة 25 يناير في مصر لأنها ثورة بيضاء سلمية. أقصد أليس هناك أي استراتيجيات جديدة لمواجهة ما يحدث الآن فقط النزول؟ بالتأكيد هناك استراتيجيات في إطار السلمية، في إطار السلمية وفي إطار التظاهر وفي إطار رد يعني رد الواحد بيدافع عن نفسه، يعني مش أكثر من كده. لكن إذا كان أكثر من كده، أكثر من كده هو ده اللي مطلوب منه، إنه يعمل يعني هو الجيش والشرطة اللي بيحاولوا يعملوه من أول يوم 14/8 بالأخص، يوم فض اعتصام رابعة، هم بيحاولوا يعملوا، بيحاولوا يدخلوا الناس إن هي ترفع سلاح في وشهم، نرجع للثمانينات فتنتصر الدولة اللي معاها الإيه اللي معاها السلاح الأقوى والجزائري. طيب هنا لازم أضيف إضافة بسيطة جدا، وهي إنه رغم كل هذا الدم وهذا السلاح، أنت تلاحظ شيء إن الناس بتخرج. خلي بالك هذه الدولة بهذا الوضع، هذا الانقلاب وحكومته بهذا الوضع، هل يستطيع أن يدعي أن هناك استقرار؟ هل يستطيع أن يذهب إلى العالم ويقول ائتوني باستثمار؟ هل سيحصل على اعتراف من الدول بأن هناك حكومة منتخبة؟ هو حصل عليه، الولايات المتحدة تتعامل معه، أوروبا وكاثرين أشتون تتعامل معه. ماذا تريد؟ الدول العربية، الدول الخليجية تحديدا تتعامل معه. أنت تقول أن العالم اعترف بالانقلاب؟ مين اللي اعترف بالانقلاب؟ مش لازم يجي يقول لك انا اليست كاثرين اشتون تزور مصر يوميا وتتعامل معها؟ اقول ايه؟ اقول ايه لاوباما؟ لا اليس وزير الدفاع الامريكي يتحدث يوميا؟ اقول ايه لاوباما؟ اقول ايه لاوباما؟ اقول ايه لامريكا اللي جايبه الاتحاد الافريقي كله وهتقعد معاه في شهر 8 اللي جاي؟ كويس. ولم تدعو مسألة الله يقول الله تعترف؟ لكن في نفس اللحظه بيقدم مشروع قانون في الكونجرس الامريكي ل 1.3 مليار دولار يدفعوا كاملا المعونه العسكريه. انت هنا لازم تفرق بين المعونه الامريكيه بين لا 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 المعونه العسكريه جزء كبير منها عسكري. انت تتحدث عن تعامل عسكري، هم يجيدوا التعامل بيه من ايام زمان من جمال عبد الناصر. انا اتحدث عن كيان دوله. سؤال، كم عدد الدول التي زارها رئيس أو الأخ حتى المؤقت؟ أنا لا أتحدث عن شيء، أنا أريد أن أوصلك رسالة بسيطة جدا. لو أنا مشاهد من برا وأرى هذا الوضع، هل هذه دولة مستقرة أم غير مستقرة؟ هل هذه شرطة تستطيع أن تنام بالليل في البيت ولا لا تستطيع؟ هل هؤلاء آمنون في بيوتهم ولا هم معهم الفرق إنه معهم السلاح؟ السؤال، القضية الأزلية اسمها إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما يدفع من دماء. ما يدفع من دماء الثمن مقبول؟ أنت تتحدث الثمن الآني مقبول الحالي؟ كم شهيد حتى هذه اللحظة منذ بدأنا؟ نتحدث عن 6000 كانوا موجودين معظمهم في كامب، في موجود في الاعتصام فأطلق عليهم النار. سليم؟ تمام. على مدار الستة أشهر والسبعة أشهر دول، في جمعة فيها وفي جمعة ما فيهاش قتل، سليم ولا لا؟ السؤال، من يكسب الرهان؟ أنا معاك، انا ما اقدرش اقول للناس دول ما تنزلوش. انت تعرف انه مجرد مره قلت تصريح هنا في الجزيره وكتبت تويتاي قلت فيها انه يا رجال الشرطه والاشراف وبتاع اتركوا هذا العمل. ماذا فعل بيها الشباب على التويتر؟ اكل وشي، قال لك انت بتتكلم عن ايه؟ لا بد لنا ان نحاكمهم حتى لو رفعوا ايديهم. ماذا اقول لها؟ انا لا املك، نحن لسنا في طرف، ليس لدينا رفاهية القرار، القرار مع هؤلاء. نعم أنا أفهم ذلك، أنا أناقشك فقط. والله لا نخرج من بيوتهم ولا نقول هم قرروا أن يخرجوا، أن يخرجوا قرروا أن يتصدوا ويتصدوا. وأنت تتابع الميديا الاجتماعية كلها وتسمع الكلمات حول من يخرج من الشباب الآن لا يريدون الخروج من مصر، ويقول أحدهم كيف أخرج إنه تولي يوم الزحف. في نهاية حصاد هذا اليوم، ثورة 25 من يناير في ذكراها الثالثة، أنا لا أريد أن أطرح سؤال بهذه الصيغة، لكن من المنتصر في نهاية اليوم ومن المنهزم إذا صح هذا التعبير وهذا الوصف من وجهة نظرك، وفقا لما عرضناه من إحصاءات قتلى ومصابين واعتقالات وما إلى ذلك، زائد بالتأكيد مشهد التحرير الاحتفال الراقص؟
لا بالتأكيد الشعب هو المنتصر، الشعب الذي يصور، الشعب الذي يصور في الميادين وينزل إلى الشارع. والنهاردة مش آخر يوم ولا هي، بالعكس ده دفعة أقوى للأمام. إحنا نزلنا نقول في ثورة 25 يناير عيش حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية. حد راجل في مصر يقول لي إيه اللي اتحقق فيهم؟ إحنا جات لنا سنة ابتدينا نمشي، ابتدينا نحرك حاجة، في أخطاء، في كده، اعمل معارضة قوية تليق بيك وينزل انتخابات. إنما أنت النهاردة بتدمر كل حاجة. جيش وعد من 60 سنة إنه سيعود إلى السكنات، لغاية النهاردة ما رجعش. نحن ننتصر وسننتصر، والتسريب بتاع السيسي اللي بيقول اللي ما اقدرش انصر طرف على طرف والا هتبقى سوريا، وانه شوف في سوريا في قد ايه قتلة، احنا لغايه النهارده ما وصلناش لهذا المشهد وان شاء الله لن نصل له، ولكن نحن ننتصر لانه الشعب هو اللي هينتصر. ما ينفعش الشعب هو اللي هينتصر. في 30 ثانيه في 30 ثانيه على مدار اليوم وصلتني العديد من التغريدات والرسائل عبر صفحه الفيسبوك من كل شعوب العالم العربي ومن بعض الشعوب غير العربيه، تقول اصبروا ستنتصروا، عزاؤنا للدماء ولكن عزاؤنا في الأوطان أفدح، فلذلك سنصبر وسننتصر لسبب بسيط جدا، أننا نملك شعبا حرا يرفض أن يركع، يرفض أن يخنع، يرفض أن يستسلم، وهم الطرف الآخر سيركعون ويخضعون حين تقفل عنهم حنفية الأموال التي تخرج كما تخرج يخرج النفط من الأبيار ومن تحت الأرض. حصاد يوم الذكرى الثالثة لثورة 25 من يناير، 53 قتيل و400 معتقل ومئات المصابين، هذا هو الحصاد. دعوني أشكر ضيفي في استوديو الجزيرة مباشر مصر، الدكتور حمزة زوبع القيادي في الحرية والعدالة، والأستاذ مايكل سيدوم العضو المؤسس لحركة مسيحيون ضد الانقلاب. أشكركم شكرا جزيلا، كما أشكركم مشاهدين على طيب المتابعة. في أمان الله.